صباحه. صباحه يا سيدنا. ايوه 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 هو ده. استباحة علي روي، احلى استباحة في الدنيا. تعالى يا صاحبي. الدنيا. صباح الخير يا روي. صباح يا راشد. صباحو. اصحى يا منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قبل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. تدعي لي وشك كده يا عسلية؟ عايز ايه يا علي على الصبح؟ اه الفلوس تتكولي. اهلا. اهلا. شفتها فادت طنطط قدامك ولا ايه يا عسلية؟ تأخر يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ تكفوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ بالبيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد يا عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حضرة الظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركبي يا استبكول. يوه الله. عسلية. انا ده بركبها في ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسعد يابا. يا علي. راشد. يلا. انجز. بس تبنوا. سلام. سلام. عراسة. مجريتها عندي. عراسة. خلاص استبلاغ. تمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا استاذ انا تحت امرك. اتفضل. ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاتك. يا وحشني الوتر. ادخل يا اخوي. الله. بقالك 3 ايام غطسان، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله ابن عمك واقف. هي شقاوه وقله قيمه. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربه في قلبك. انا بقيت غريبه دلوقتي. بيهزر يا ستوب، احنا ما بنستغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركه انك ليك. مات. انا على لحم دماغي من الصبح. بقالي 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانوينك. ايوه. حسن، في حاجه مهمه انا ما ينفعش اخبيها عنك. مالك يا حسن؟ في انا والله العظيم عمري ما عملت الغلط. بس فتون. انا ما يهمنيش غيرك، مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. وانت بتاعتي هتشوفي. ايه ده؟ يا باشا يسمع تعرف. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني انا كنت قلت لكم يا باشا. والله خطوه عزيزه يا باشا. بس عفو، مش معايا عزمه دي؟ اه انا ده وراه. اسمعك انا على هناك.
يا بنت انت حاسبه يا بنت ايه يا عم يا يلا غوري والنبي كده خليكوا زي ما انتوا هلا 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 انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم اتنين ليمون ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره يا ستي في ايه مفيش حاجه حصلت لكل ده ده عيله صغيره خبطتها في ايه عيله صغيره خبطتها ولا طول وانت بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوكه والكهن اللي انت فيه ده ربنا يسامح هيسامحني يا اخي لكن هيسامحك انت بقى ازاي قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي الأمان اللي انت ملبسها للحاره كلها وكل شويه راجل داخل وراجل خارج انت واختك الشمال يعني انت ادب يا فتحي انا قالت لي انا حبيبها علي ما تصحى يا راجل يا خرابي ده انت مش نايم انت مغمى عليك ما تصحى يا علي في خناقه بره يا بنتي يا بتون الحقي اختك عسليه بتتخانق في الشارع اللي ورانا يا نهار اسود ايه عسليه حاسي انت بقى انت ايه موتيها ولا ايه بس ده كهن الاسود اللي عندك يا مميد البنت ده كهن الاسود يا بنت يا مفطر العين اوعي ولا اوعي يا خلاص يا ملعوب خلاص جري يا علي رول تعالى علي رول اللي بناه كلها تعرف مقامه ما حدش يقف قدامه واللي يشوف حاجة يجي وانا وري مقامه من النهاردة بتون دي خطيبتي وهتبقى مراتي واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمه ابويا المطوه دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتسفر بوشوشكم يلا مات الكلام يلا علي. يلا يلا علي انت هو يا يلا راشد الحكومه قفشته في اسلوب الله خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك يلا وش انا اسمر قوه اخيرا اتجوزت ما بقاش ناقصني حاجه حدش له كلمه استغفر الله العظيم ملك يا بيت مش هتقولي لي مبروك 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 على ايه على الجرسه هو انت ما بتحسيش حلك حيل هو جواز جرسه ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل هو مين ده اللي مسجل يا بنت هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق يا فتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا منك لله اللي عملتيه في نفسك وفيا يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل ما انا خلاص هتجوز وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقى استيك